وهيبتدي يقارن بين المسيح والملائكة على اعتبار أنه اليهود بيشكك ومتنصرين من اليهود أنه المسيح ده مجرد رئيس ملائكة أو مجرد ملاك، وأنه ما ينفعش يتقال عليه كلمة الله ابن الله الوحيد. فهنا يقول أيضا: متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. نحن دلوقتي بولس بيقارن بين المسيح كإله حقيقي سيد على الملائكة وبين كل الملائكة بربوتهم ودرجاتهم. يدعو ربنا يسوع المسيح مجيئه في الجسد خروجا. هنا بيقول متى أدخل البكر، حتى دي هتعجبكم قوي. هو المسيح لما دخل العالم دخل يبقى كان موجود من الأول، مش كده؟ فعادة تستخدم كلمة الدخول بمعنى هو كان بره ودخل. هو بره لأنه إله حقيقي وليس مخلوق، طبعا إله من إله، نور من نور، مولود قبل كل الدهور من الآب. دخل للعالم يعني خد جسد بشريتنا، بقى واحد مننا، فبقى إيه؟ ابن الإنسان. لكن عادة كان ربنا يسوع كمان يستخدم عن فعل التجسد كتعبير خروج. ليه؟ بصوا، استخدم هذه الكلمة عندما قال هو ده الزارع قد خرج ليزرع. الزارع ده المسيح. خرج يعني ايه؟ يعني جاء الارض يزرع، بس خرج من عند الاب اتيا الينا عشان يزرع بقى ويطلع ثمر. وايضا المسيح في انجيل يوحنا يقول ايه؟ خرجت من عند الاب واتيت الى العالم. يبقى الخروج من الاب والاتيان للعالم اشارة الى النور اللي دخل عالمنا، أشرق علينا بالتجسد. هنا بيستخدم تعبير دخل، يبقى هي خرج ودخل مكملين لبعض. خرج من عند الآب تمثل ميلاده الأزلي، نور من نور. دخوله للعالم تمثل ميلاده الزمني، لأنه بقى من العذراء واحد مننا. نشوف هيقولها إزاي ذهبي الفم. في مواضع كثيرة يمكن للمرأة أن يرى هذا، أما القديس بولس فيدعو مجيئه في الجسد دخولا، على عكس المعتاد احنا بنقول خرج من الآب وأتى إلى العالم. هنا بيقول أدخل البكر إلى العالم، قاصدا أنه أخذ جسدا. لكن لماذا يتكلم بشكل مختلف عن نفس الأمر؟ لماذا قال هذا الكلام؟ يتضح من معنى الكلام ذاته أنه بالصواب يدعو المسيح مجيئه خروجا، لأننا كنا خارج الله. وكما في القصور الملكية فإن السجناء وخصوم الملك يقفون خارجا، وذاك الذي يريد أن يصالحهم لا يدخلهم للداخل، بل هو نفسه يخرج خارج. فهمتوا المعنى الجميل ده؟ التشبيه ده حلو قوي. ناس عاملين عملة ومزعلين صاحب القصر، واقفين بره على الباب مستنين عاوزين يعتذروا ويتصالحوا. يحصل إيه؟ صاحب القصر يخرج لهم عشان يقابلهم، وبعدين في الآخر يدخلهم القصر. فالخروج هنا مقصود بيجي لهم، بيروح لهم يعني، لكن فيها حركة خروج. فهنا بيقول استخدم تعبير أدخل غير التعبير المعتاد بتاع خرج. خرج من عند الأب وأتى إلى العالم، هي ذاتها أدخل البكر إلى العالم. بل هو نفسه يخرج خارجا ويتحدث إليهم حتى يجعله مستحقين رؤية الملك. وهذا بالتحديد ما فعله المسيح، إنه أتى أولا إلينا بمعنى أخذ جسدا، وبعدما أخبرنا بكل ما يختص بالملك عندئذ يكون قد أدخلنا بعدما طهرنا من خطايانا وصالحنا. لهذا يدعو تجسده خروجا. يبقى كلمة التجسد أو حدث التجسد، تدبير التجسد، ساعات يتسمى خروج لأنه خرج من عند الآب آتيا إلينا، زي اللي طلع من القصر يقابل المذنبين دول. وممكن تستخدم كلمة دخول لما بنركز أنه دخل عالمنا وبقى واحد مننا. في الآخر هي نفس المفهوم.